الإنسان الذي يريد حكم الله ويريد حكم الإسلام يجب أن يكون ذا ثقافة واسعة بالحكم. الحكم في العالم على ألوان وعلى أقسام. لنا حكم يسمى بالحكم الجمهوري، ولنا حكم يسمى بالحكم الدكتاتوري، ولنا حكم يسمى بالحكم الملكي، ولنا حكم يسمى بالحكم البيوقراطي. ألوان من الحكم، كم نعرف من هذا الشيء؟ هل نعرف هذه الأمور تلقائيا؟ هل طالعنا حول هذه الأمور كتابا؟ هل فكرنا حول هذه الأمور تفكيرا؟ مئات الكتب ألفت حول هذه الأمور، كيفية الأحكام في العالم. كم نحن نعرف ألوانا من الحكم وخصوصيات وكيفيات؟ الحقيقة أنك إذا وضعت يدك على كل 10,000 إنسان من المثقفين، ودعنا عن غير المثقفين، لعل 5 فيهم لا يعرف، لأن هذا الشيء ليس موهبة كموهبة النطق، وإنما يحتاج إلى الدراسة، إلى المطالعة، إلى المباحثة، إلى الاستنتاج، إلى الاستنباط. أقل تقدير يجب أن تطالع 100 كتاب حول كيفية الحكم حتى تعرف الموارد والمصادر والكيفية والخصوصية. ونحن نريد أن يقام حكم الله في الأرض وليس لنا اطلاع حتى بألفباء الحكم. هل هذا شيء يمكن؟ دائما أنت تريد الطب لكن لا تعرف شيئا من الطب ولم تقرأ شيئا من الطب. هل تتمكن أن تكون تقابل طبيب مارس الطب 50 سنة وله ثقافة واسعة حول الطب؟ هذا لا يمكن. إننا بحاجة إلى ثقافة حكمية، ولا تستقى هذه الثقافة من الإذاعات ومن الصحف. هل تتمكن أن تكون طبيبا بأن تقرأ مجلة طبيبك أو تستمع إلى النشرات الطبية في الإذاعات والصحف؟ لا تكون طبيبا. إن الطبيب يتمكن أن يستفيد من هذه الأمور، أما لتكون طبيبا بحاجة إلى دراسة الطب ومطالعة الطب ومزاولة الطب حتى تكون طبيب، ثم تعرف ماذا في طبيبك وماذا في النشرة الطبية الصحفية أو الإذاعية أو التلفزيونية.